إن شاء الله يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله سوف نستكمل الفصل الثالث سويا، ونبدأ بموضوع جديد هو الحركة بتسارع منتظم. وقد درسنا على مدار 4 حصص التسارع، وعرفنا مفهوم التسارع، وعرفنا كيف نحسب التسارع، وقلنا أن التسارع الجسم إذا كان في حالة تسارع فإن ذلك يعني أن الجسم سرعته تزداد بمرور الزمن أو تقل بمرور الزمن، تمام؟ وإن شاء الله النهاردة بقى سوف نستكمل الحركة بتسارع منتظم. في البداية بنحب نكرم الطالب إن شاء الله اللي فاز معانا في مسابقة الحصة الماضية، هو الطالب علي موسى جعفر، حيث نتقدم نحن فريق معلمي الفيزياء بالبث المركزي المقرر في زميا 2، بالشكر والتقدير للطالب علي موسى جعفر لحصوله على المركز الأول في مسابقة الكاهوت يوم 18/3/2021، كما نبارك لوالديه ثمرة جهودهما الطيبة، داعين الله عز وجل أن يجعله ذخرا لدينه ووطنه وأهله. إن شاء الله الكفايات اللي المفروض إحنا إن شاء الله نتقن هذه الكفايات بعد ما نخلص دراسة هذا الدرس، وهو تفسير منحنى الموقع وزمن الحركة ذات التسارع المنتظم. يعني هندرس التسارع من خلال منحنى الموقع والزمن. تاني حاجة، يحدد العلاقة الرياضية التي أو العلاقات الرياضية التي تربط بين كل من الموقع والسرعة والتسارع والزمن، تمام؟ يبقى هنشوف القوانين اللي بتربط بين الموقع الجسم وسرعته والتسارع بتاعه والزمن اللي هو تحرك فيه. ثالثا، يطبق العلاقات البيانية والرياضية لحل المسائل التي تتعلق بالتسارع المنتظم. وفكركم يا شباب، تسارع منتظم معنى ذلك أن مقدار التغير في السرعة ثابت بمرور الزمن. مقدار التغير يعني سواء بزيادة أو سواء بالنقصان. طيب، على بركة الله، احنا متعودين في أول كل حصة بناخد مراجعة على ما سبق دراسته. تأمل حضرتك كده منحنى السرعة المتجهة والزمن الذي أمامك، وابدأ جاوب على أول سؤال. عشات، يلا يا شباب، ما سرعة الطائرة بي؟ قدامك أو أمامك خطان بيانيان لمين؟ لطائرتين، طائرة A وطائرة بي. عايزين سرعة الطائرة بي كام؟ ممتاز، محمد علي ممتاز، أحمد أيوب ممتاز، يا أحمد ممتاز، يلا يا أول ثانوي، باينة خالص يا شباب، باينة خالص. فين الخط بتاع بي؟ اهو، امشي كده شوف. طبعا هل سرعته بتتغير ولا ثابته؟ وتعلمنا مع بعض طالما السرعه ثابته بيكون الخط افقي. طيب اللي هنا واقفه كام؟ السرعه عندي كام؟ بين ال 74 وبين ال 76، يعني كام يا شباب؟ يعني السرعه هنا هتكون 75 متر لكل ثانيه، طبعا بسرعة منتظمة أو ثابتة. طيب، ما تسارع الطائرة بي خلال حركتها؟ هل الطائرة بي أثناء الحركة بتاعتها لها تسارع؟ طيب التسارع يعني إيه؟ التسارع تغير في السرعة. هل حدث تغير في السرعة للطائرة بي؟ جاوبوني، هل حدث تغير للسرعة في حالة الطائرة بي؟ بالطبع لا. إذن التسارع لابد أن يساوي صفر. يبقى إيه؟ التسارع يساوي صفر. ليه التسارع بيساوي صفر؟ لأن سرعة الجسم سرعة، أو سرعة الطائرة سرعة منتظمة أو ثابتة، فهنا مفيش تغير في السرعة بمرور الزمن. طيب نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما سرعة الطائرة A عند الزمن T تساوي 2؟ يلا، احنا دلوقتي شغالين على الطائرة A اللي هي خطها ده الخط بتاع الطائرة A. عايزين لما الزمن كان 2 سرعة الطائرة A كانت كام؟ يلا يا شباب قلنا هنعمل ايه؟
نيجي عند الاثنين واطلع لحد ما اوصل للخط البياني للطائرة A، تمام؟ وبعد كده اتجه يسارا الى محور السرعة، الاقي كام هنا يا شباب؟ 78 متر كل ثانية. يبقى اثناء لما كان الزمن 2 كانت سرعة الطائرة ايه كام؟ 78 متر كل ثانية. طيب احسب تسارع الطائرة ايه خلال حركتها. يلا هسيبك دقيقة تحسب لي التسارع من خلال القانون، اكتب القانون بتاع التسارع وعوض وهات الناتج. حد وصل للتسارع يا استاذ علي؟ علي ناصر، ممتاز. وحسين، اكتب القانون. طبعا افكرك بالقانون، القانون بتاعنا التسارع كان بيساوي مين يا شباب؟ السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن النهائي ناقص الزمن ايه؟ الابتدائي. يلا هات لي بقى ايه؟ هات اربع قيم للاربع متغيرات اللي في القانون وعوض. يلا يا بطل. شوف كده، شايك بقى على اجابتك معايا كده يا بطل؟ التسارع بيساوي التغير في السرعه على الفتره الزمنيه. هو هنا اختار الفتره الزمنيه من كام لكام؟ من 3 او من 0 لحد 3. يبقى لما كانت الزمن 3 اهو السرعه كانت كام؟ كانت 82. ولما كان الزمن 0 السرعه كام يا شباب؟ شوف الزمن اهو، لما الزمن كان 0 السرعه بتاعت الجسم ايه او الطياره ايه كانت 70. وعوض في القانون، طلع الناتج بتاعنا كام يا شباب؟ 4 متر كل ثانية تربيع، أي أن سرعة الطائرة A تزداد كل ثانية بمقدار 4 متر كل ثانية. تمام؟ يعني كل ثانية الطائرة A سرعتها بتزداد بمقدار 4. اتفقنا؟ يعني هي بادئة ب70، صح؟ بعد ثانية هتكون 74، بعد كمان ثانية هتكون إيه؟ 78 وهكذا. اتفقنا؟ طيب تعال كده يا شباب بقى نمسح الاول ايه الجزء ده. عايزين نعرف ازاي نحول منحنى الموقع والزمن للمنحنى الايه السرعه والزمن بس في حاله التسارع. تمام، احنا اتفقنا مع بعض يا شباب التسارع بتبقى ايه، اما يكون السرعه بتزيد زي كده اتفقنا أو السرعة بتقل، تمام يا شباب؟ طيب هناخد الحالة بتاعت السرعة بتزيد، طبعًا متجه السرعة الأولاني صغير وبعد كده بيزداد تدريجيًا، تمام؟ أهو يا شباب، اتفقنا؟ قلنا بنمثلها إزاي بمنحنى الموقع والزمن؟ بتمثل طبعًا أهوت كده يا شباب أهو كده، يعني ما بيبقاش الخط مستقيم، تمام؟ زي ما تكون السرعة إيه؟ زي ما تكون السرعة منتظمة هي كده بتمثل بخط إيه يا شباب؟ بخط مستقيم. لأ، يبقى دي كده سرعة منتظمة ودي اللي إحنا درسناها في الفصل الثاني. إحنا هنا في الفصل الثالث بندرس التسارع أو الحركة المتسارعة أو الحركة بتسارع منتظم اللي هي فيها تغير في السرعة، تمام؟ هنا بقى إزاي أحول منحنى الموقع والزمن لمنحنى السرعة والزمن؟ بجيب اجي نقطة او كذا نقطة من هنا على الخط ده واشوف واجيب الميل بتاع ايه ارسم مماس، تمام، واحسب الايه الميل ميل المماس ده، تمام. يعني هنا عند النقطة دي كده هرسم مماس واحسب الميل. هنا ده التغير في السرعة موقع وده التغير في مين؟ في الزمن. يعطينا السرعة، يبقى الميل هنا يعطينا مين؟ السرعة. اتفقنا؟ تعالى كده نشوف هنا كده يا شباب اهو
زي ما انت شايف ده منحنى او ده منحنى موقع وزمن لجسم في حاله تسارع. تمام، ليه عرفت ازاي ان هو في حاله تسارع؟ لان الخط البياني عباره عن خط منحني زي كده، ايه منحني، تمام، مش خط مستقيم. اتفقنا كده يا شباب؟ طيب ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الازاحات خلال فترات زمنيه متساويه تصبح اكبر، زي ما كان مبين لك كده، شايف معايا اهو، كل اللي بين النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه مسافه قليله، وبين الثانيه والثالثه مسافه اكبر، وهكذا. تمام، فالازاحات بتزيد، وبعدين ميل الخط بيزداد كلما زاد الزمن. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا جبت هنا، شايف اللي شايف ده كده، الخط اللي انا رسمته او المماس اللي انا رسمته في البدايه، ده المماس اللي انا رسمته في البدايه، شوف مائل ازاي. تعالى نرسم بقى مماس هنا كده، تمام، ونشوف هل هيكون بنفس الميل ده ولا هيميل هيزيد ولا يقل. نختار قلم تاني. اهو يا شباب، لما اجي اعمل مماس هنا يا شباب اهو، هيبقى مماس بالشكل ده كده، تمام، مماس بالشكل ده كده اهو، تمام. هل ميل المماس ايه زي ميل المماس بي؟ طبعا ميل المماس ايه اكبر، صح كده يا شباب؟ وبالتالي الميل هنا طبعا بيمثل السرعه، وبالتالي السرعه بتزداد. اتفقنا كده يا شباب؟ يبقى ميل الخط يزداد كلما زاد الزمن. ماشي يا شباب كده؟ طيب تعالى بقى، انا هنا عايز اتعلم ازاي احوله من موقع وزمن لسرعه وايه؟ وزمن. زي ما انت شايف كده، ده منحنى موقع والزمن لجسم في حاله تسارع. هنعمل ايه؟ هنيجي عند النقطه دي كده ونعمل مماس له اهو، ده المماس بتاعها. اتفقنا؟ ونيجي عند مثلا نقطه زي دي ونعمل مماس بتاعها، تمام، ونحسب ميل المماس الاولاني وميل المماس الثاني. تمام يا شباب؟ تعال نشوف بقى ازاي حسب الميل في المماس الاول. تمام، شايف كده معايا؟ هنا الزمن كام؟ هتختار نقطه هنا، بص يا شباب، هنا هنختار نقطه هنا كده اهو، ونقطه مثلا عند كام؟ عند الثلاثه هنا كده. تمام يا شباب اهو، ركز كده معايا بقى، الفتره الزمنيه كانت من كام لكام؟ من كام؟ من واحد لحد ثلاثه، صح كده يا شباب اهو. يبقى هنا التي اف ب3 والتي اي بكام؟ ب1. طيب لما كانت السرعه ب3 او زمن ب1، السرعه كانت بصفر اهي، هنا لما كان الزمن بصفر او ب1 كانت السرعه بتاعت ايه؟ السرعه قصاد مننا صفر. طيب لما كانت السرعه 3، اطلع كده بقى شوف لو كان مكان الزمن 3، اطلع كده شوف السرعه 20. تمام، وبالتالي تعوض في قانون السرعه او في قانون الميل وتحسب السرعه، تطلع معانا بكام؟ ب10. طيب المماس الثاني عامله بنفس الطريقه، اختار زمنين 3 و5 اهو، 3 و5، السرعه عند 5 كام؟ هيطلع كده، هتلاقي السرعه عند 5 كام يا شباب؟ 60. طب السرعه عند 3 كام؟ قايلين 20. عوض برضك في قانون الميل اللي هو قانون السرعه، وجاب لك السرعه هنا كام يا شباب؟ 20. يبقى لما كان الزمن النقطه هنا في اسفل المنحنى كان السرعه 10، ولما النقطه بقت فوق السرعه زادت، صح يا شباب؟ طيب هنا كده هنيجي بقى نعمل ايه؟ نرسم منحنى السرعة والزمن. أنا عرفت لما كان إيه؟ لما كان الزمن بواحد السرعة ب5، ولما كان الزمن ب2 السرعة ب10، وهكذا. اتفقنا كده يا شباب؟ لأن إيه؟ أنا حسبت هنا، شفت النقطة دي خدتها عند الزمن كام؟ 2. السرعة طلعت معايا بكام؟ ب10، أي 2، اطلع كده ل2، هتلاقي الزمن كام أو السرعة كام عندنا؟ 10. طيب النقطة دي خدتها عند زمن كام؟ عند زمن 4، صح؟ طيب لما حسبنا السرعة عند زمن 4 طلعت معانا كام؟ 20. هل ده باين عندنا على الرسم؟
اهو شوف الزمن كده، الزمن 4 يطلع بقى كده، شوف عملنا السرعة بكام قدامها ب20. يبقى انت بتجيب هنا كذا نقطة على منحنى الموقع والزمن، وتعمل مماس لها، وتحسب من المماس ده اللي هو يمثل السرعة عند تلك اللحظة، تمام؟ وبالتالي بيبقى معاك منحنى جديد خالص اسمه منحنى السرعة المتجهة وإيه؟ والزمن. اتفقنا؟ طيب، ميل منحنى السرعة المتجهة والزمن زي ما درسنا في الأربع حصص الماضية هو يمثل مين؟ يمثل التسارع اللي الجسم بيتحرك بيه، تمام؟ هنا جه عمل الميل أهو، اختار النقطة دي والنقطة دي، تمام؟ النقطة دي الزمن عندها كام؟ 3، والنقطة دي الزمن عندها كام؟ 4، فقام قايل لك 4 ناقص 3 أهو تحت فين؟ في الزمن. طيب السرعة عند 4 كانت كام؟ 20، والسرعة عند 3 كانت 15، وعوض في قانون الميل طلع معانا التسارع ب5 متر لكل ثانية تربيع. اتفقنا كده يا شباب؟ هي دي النقطة، يعني إيه؟ شوية عايزة تدريب منكم على أساس تطلعوا ميل أو ميل مماس لمنحنى الموقع والزمن. طيب تعال بقى نخش في إيه؟ في حاجات مهمة جدا يا شباب، ركز بقى معايا بعد إذنك. حساب الإزاحة، إزاي نحسب الإزاحة، حساب الإزاحة من خلال منحنى السرعة المتجهة والزمن. إزاي نحسب الإزاحة؟ قال لك إن الإزاحة هي عبارة عن إيه؟ المساحة أسفل خلاص الخط البياني لمنحنى السرعة وإيه؟ والزمن. يعني لو أنت عايز تحسب إزاحة الجسم أو تعرف إزاحة الجسم تعمل إيه؟ تحسب المساحة أسفل الخط مين؟ البياني. بمعنى إيه؟ لو أنت عندك خط بياني هاي تي وهاي في، أنت عملت إيه؟ دلوقتي طالع معانا بالشكل ده، ده منحنى سرعة وزمن، تمام؟ عايز أجيب مين؟ عايز أجيب الإزاحة بتاعته، يا مثلا ده صفر وده 5 ثواني، اتفقنا؟ ودي هنا مثلا 10، اتفقنا؟ عايز أجيب الإيه؟ الإزاحة، يبقى أعمل إيه؟ أقوم جاي حاسب الإيه؟ المساحة أسفل الخط البياني اللي هو ده. أحسب المساحة دي. تكون معانا إيه يا بطل؟ تكون معانا هنا مثلث، صح؟ طيب افرض عندك إيه؟ الخط البياني واخد شكل تاني بالشكل ده، هنا تي وهنا في، اتفقنا؟ عايز تحسب إيه؟ المساحة الإزاحة هنا، هتيجي تاخد الإيه؟ المساحة أسفل الخط البياني، يطلع لك هنا قد يكون مربع وقد يكون إيه؟ مستطيل. يبقى أنت لازمك تعرف مساحة المثلث قانونها إيه؟ مساحة المربع قانونها إيه؟ مساحة المستطيل قانونه إيه؟ اتفقنا كده يا شباب؟ طيب تعالى كده نشوف إيه قوانين الإيه؟ المساحات دي. بص يا بطل بقى، عندك مساحة المثلث نص القاعدة فين؟ في الارتفاع، خلاص؟ مساحة المربع طول الضلع في نفسه، مساحة المستطيل الطول في الايه؟ في العرض. ممكن تحتاج برضك مساحة شبه منحرف ويساوي نصف مجموع القاعدتين في الارتفاع. الكلام كله لحد دلوقتي لسه ما طبقناش عليه، نطبق عشان نفهم. اتفقنا كده يا شباب؟ التطبيق هو اللي هيفهمنا اكتر واكتر. خلاص يا شباب، المهم دلوقتي تكون عرفت ايه؟ انت عشان تحسب الازاحه هتعمل ايه؟ تحسب المساحه اسفل الخط البياني لمنحنى الموقع وايه؟ لمنحنى السرعه والزمن. تعالى كده نشوف، بجيب لك مثال اهو. احسب الازاحه خلال المرحله بي. فين المرحله بي؟ اهي. من هنا لحد هنا، يعني من الزمن 2 لحد الزمن كان كام؟ 4. عايزين نحسب إزاحة الجسم بدءا من الثانية 2 حتى الثانية كام؟ 4. ها؟ افتكر قلت لك إيه؟ قلت لك لو عايز تحسب الإزاحة
وهو معطيك منحنى سرعة وزمن، هات لي المساحة أسفل الخط البياني. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أجيب المساحة دي يا أستاذ. عايز أجيب ده. هي دي المساحة اللي أنا إيه؟ لو حسبتها يبقى حسبت الإزاحة. تمام يا شباب؟ الشكل اللي تكون ده مستطيل ولا مربع ولا مثلث؟ بالطبع إيه؟ مستطيل. يبقى تقول له هنا الإزاحة تساوي ها مساحة المستطيل الطول في الايه؟ الطول في العرض. ادي كده من هنا لحد هنا كده، شوف طوله كام؟ اهي شوف كده يا شباب اهو، وصلنا لحد كام؟ 20 اهو، يبقى 20 ضرب العرض عندنا اللي هو كام؟ من اول 2 لحد 4، يعني الحتة الجزء ده كام لوحده؟ طوله 2. تمام يا شباب؟ يعني ما حدش يقول هنا العرض هنا 4، لا العرض، لان انت بادئ من كام؟ بادئ من 2، فمن 2 لحد 4 يعطيك كام يا شباب؟ 2. اي تمام يا شباب؟ فيعطينا 40 متر. يبقى الجسم من الثانيه رقم 2 حتى الثانيه رقم 4 مشي 40 كام؟ 40 متر. وضحت يا شباب؟ اعيد تاني الحته ديت. طيب هات لي بقى، تمام كده، هات لي احسب ازاحه الجسم خلال المرحله سي. هسيبك دقيقتين خلاص، وابدا احسبها لوحدك، وبعد كده شيك على اجابتك معايا. يلا يا بطل. يحيى ايه؟ يحيى وسلمان وعلي واحمد مكي، برافو عليكم، برافو عليكم، ممتازين يا شباب، ممتازين، او من اوائل الايه الطلاب اللي بيجاوبوا معانا، ان شاء الله عليكم. يلا احنا عايزين بقى الايه المرحله السي يا شباب اهو. يبقى هنشتغل على مين؟ على الجزء ده. يلا ابدا شوف بقى الشكل يتكون معاك ايه، مربع مثلث مستطيل، وابدا هات مساحته، وهو ده مقدار إزاحة الجسم خلال المرحلة سي. مين؟ سجاد؟ سجاد ممتاز يا سجاد، ممتاز. ومحمد محمود ممتاز. وحسين ممتاز يا حسين، بارك الله فيكم يا شباب. يلا عشان ما ايه اللي برضك شايك على اجابتك معايا. اللي تكون معاك تحت اسفل الخط بتاع سي هو مثلث صح؟ طيب هتقول له الازاحه تساوي مساحه المثلث نصف القاعده في ايه؟ في الارتفاع، النص اهو في القاعده، فين القاعده اهي؟ تمام، القاعده بدأ من 4 لحد 6 يعني طولها 2، تمام، في الارتفاع اهو يا شباب، الارتفاع اهو يعني بادئ من 0 لحد 20 صح يا شباب، يعني طوله 20 خلاص. يبقى ده كده القاعده وده الارتفاع ايش يا شباب؟ اهو قاعده وارتفاع، طبعا يعطينا كام يا شباب؟ 20 متر. وضحت؟ ها اعيد تاني يا شباب الحته ديت. خلاص تمام، احسب بقى الازاحه خلال المرحله ايه؟ فين المرحله ايه؟ دي يا شباب اهي. دي بقى صعبه شويه، تمام؟ اهي فين الشكل بقى اللي تكون تحتها؟ وريني كده اهو، ده الشكل اللي تكون تحت مين؟ مين؟ تحت مين الايه اهو؟ الشكل ده ايه؟ لك حرية الاختيار، إما تعتبره شبه منحرف، وإما تقسمه جزئين، تقسمه لمثلث ومستطيل، يعني ممكن تقسمه مثلث لفوق أهو ومستطيل. اتفقنا كده يا شباب؟ فلو أنت عايز تحسب الإزاحة
خلال المرحلة ايه هتحسب مساحتين، مساحة مثلث ومساحة مستطيل. وضحت يا شباب؟ ها اول ثانوي هتقول له دي تساوي مساحة المثلث اللي هي نص في القاعدة. فين يا استاذ القاعدة؟ اهي الجزء ده اهو، الحتة دي كده. طب طولها كام الجزء ده؟ طبعا طوله 2 اهو زي اللي تحت. وضحت؟ يبقى هنا 2 في ارتفاعنا كام يا استاذ؟ ارتفاعنا من اول هنا كده لحد فوق، من اول هنا يعني بدأ من 10 لحد فوق يعني بقى ايه اخر 20، يعني الجزء ده كام يا استاذ؟ الجزء ده 10. اتفقنا يا شباب؟ اهو يبقى هنا في 10. علي خليل ممتاز يا علي، اول واحد جاوب معانا هذا السؤال. طبعا دي كده يا شباب مين؟ مساحه المثلث. تعال بقى نخش على مين؟ الجزء اللي تحت اللي هو مساحه المستطيل. الطول في الايه؟ في العرض. عندنا هنا فين طوله المستطيل ده؟ اهو اللي هو 10. فين عرضه؟ اهو اللي هو كام يا شباب؟ 2. يبقى هنا مساحه المستطيل 10 في 2، ونجمع كل ده يا شباب الآلة الحاسبة. طبعا هي اعطينا 10 زائد 20 يبقى يساوي 30 متر. خلاص يا شباب؟ طبعا هنا يا شباب الناتج بيكون مقدار الإزاحة. خلاص مقدار الإزاحة عدديا أو الإزاحة قيمة يعني. اتفضل يا أستاذ، عايز تقول حاجة؟ في حد جاوب؟ علي ممتاز، وعلي خليفة وحسن حسين ممتازين يا شباب. الاخوه في الدعم بيشكروا فيكم جدا، بيقولوا انتم من اوائل الناس اللي بتحل معانا. خلاص يا شباب كده. طيب هنا برضك نفس القصه يا شباب، عايزين نحسب الازاحه خلال الجزء الاخضر ده. احسبوا لي يلا كده، قدام منك دقيقه. يلا يا شباب احسب لي الازاحه خلال الجزء الاخضر. الشكل المتكون معاك ايه؟ الشكل المتكون معانا يا استاذ ده مستطيل صح؟ يبقى تعوض في قانون مساحة المستطيل. يلا يا بطل. حد وصل للإجابة يا استاذي؟ سجاد، مش بسم الله ما شاء الله عليك يا سجاد، أنت إلى خير إن شاء الله بإذن الله. محمد أيمن، حسن حسين، فين تميم اليوم؟ وفين عبد الرحمن؟ وفين أحمد محمود؟ وفين علي ناصر؟ وفين وعمر وليد؟ ممتاز. طب تعال عشان بس وقتنا. يا شباب طبعا هنا هيطلع معانا هنا ايه؟ هيطلع معانا الطول هنا زي ما انت شايف، الطول زي ما انت شايف هنا يا بطل اهو 75. خلاص وهنا كام؟ ده 1 يعني 2 ناقص 1 يديك 1، فيبقى الازاحه عندنا كام يا شباب؟ 75 متر. تمام يا شباب؟ طيب ركزوا بقى كده معايا يا شباب، على اساس كده احنا خلصنا موضوع الايه؟ انك ازاي تحسب الازاحه من خلال منحنى السرعه المتجهه والزمن. خلاص يا شباب؟ بتشوف ايه اللي تكون تحت الخط البياني وتحسب مساحته، مثلث، مربع، مستطيل. تمام؟ لو شكل عايز تقسم قسمه عادي، قسمه لمربع ومستطيل ومثلث حسب شكله يعني. اتفقنا؟ طيب تعالى بقى كده الايه، ركز معايا الله يخليك في الحته اللي جايه دي. ممكن؟ تعالى كده. احنا في الفصل الثاني لما درسنا الحركه المنتظمه اللي هي بسرعه ثابته، صح؟ اهي. فاكرين يا شباب كده؟ كنا بنمثلها بمنحنى الموقع والزمن بهاللون. ومنحنى السرعه والزمن بهاللون. كده بالطريقه دي. اتفقنا؟ وكان قوانينها ايه؟ كان قوانينها السرعه المتجهه المتوسطه بتساوي الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. وخدنا قانون السرعه المتوسطه بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. واخيرا خدنا معادله الحركه للسرعه المتجهه المتوسطه لكانت الموقع بيساوي السرعه المتجهه المتوسطه مضروبه في الزمن
زائد الموقع الابتدائي. القوانين اللي انت شايفها ليه يا بطل ما تطبقهاش الا في الحاله دي، الا لما تلاقي عندك الجسم متحرك بسرعه منتظمه. اي خلاص. طيب احنا بندرس الكلام ده دلوقتي في الفصل الثالث؟ لا، احنا بندرس جسم في حاله تسارع. تمام يا شباب؟ يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو، هاي كده السرعه لا بتزيد لا بايه لا بتقل. اتفقنا؟ طيب الجسم دلوقتي في حاله التسارع، اتفقنا مع بعض ان ده ايه؟ لو السرعه بيزيد بقى هاللون، ولو ايه وبقى ايه هاي السرعه والزمن، ولو بتقل بتبقى هاللون كده يا شباب. طبعا ده تسارع منتظم يا شباب. يبقى هنا في المنحنى ده السرعه بتزيد، وفي المنحنى ده السرعه بتقل. تمام؟ طيب انا مش عايز الكلام ده بقى، انا عايز دلوقتي قوانين اقدر احل بها مسائل زي ما وصلنا. شايف القوانين دي كده؟ شايف القوانين دي؟ انا عايز قوانين زيها في الايه؟ في الحركه الجديده بتاعتي اللي هي الحركه بتسارع منتظم. دي كانت حركه منتظمه، قوانينها تحتها اهي. انا عايز بقى القوانين الجديده بتاعت الحركه دي، يا استاذ ممكن تقول لي عليها؟ حاضر هقول لك عليها دلوقتي. تعالى يا بطل كده ركز بقى معايا كده. دلوقتي انا عندي هنا الجسم هنا له سرعه ابتدائيه يا شباب في اي، وهنا له سرعه نهائيه في اف. تمام؟ واستغرق زمن عشان يمشي من ايه؟ من الفي اي يوصل لحد الايه؟ الفي اف، يعني سرعته تتغير من في اي لحد مين؟ الفي اف. وطبعا مشي ازاحه او مسافه. اتفقنا؟ يبقى دلوقتي عندك سرعه ابتدائيه، وعندك زمن، وعندك سرعه نهائيه، وعندك ازاحه او مسافه، وعندنا تسارع، لان الجسم ده في حاله تسارع. يبقى دول دلوقتي خمس كميات فيزيائيه، عايزين قوانين تربط بينهم هما الخمسه. اتفقنا؟ ركز بقى معايا كده يا بطل. القانون الاولاني او معادله الحركه الاولى لجسم يتحرك بتسارع منتظم بتقول ايه؟ ان السرعه النهائيه بتساوي السرعه الابتدائيه زائد التسارع مضروب في الزمن. يعني لو انت عايز تحسب السرعه النهائيه للجسم في حاله التسارع اللي هي السرعه هنا، تحسبها ازاي؟ بتساوي السرعه الابتدائيه اهي مضاف اليها التسارع في الفتره الزمنيه للايه اللي حدث فيها التغير السرعه من في اي الى في اي الى في اف. اتفقنا كده يا شباب؟ وهنستنتجوا مع بعض القانون ده جه ازاي. طيب ايه تاني يا استاذ؟ لو عايز احسب الازاحه او المسافه يعني اقول له دي تساوي، طبعا هنا الازاحه هي المسافه ليه؟ لان الجسم يتحرك في خط مستقيم. اتفقنا كده يا شباب؟ تعالى كده نشوف. الازاحه بتساوي السرعه في اي تي زائد نص اي تي سكوير تربيع. يبقى الازاحه بتساوي ازاحه الجسم هي المسافه من اول هنا لحد هنا. خلاص؟ تحسبها ازاي؟ ده القانون اللي بيحسبها. السرعه الابتدائيه ضرب الزمن زائد نص التسارع مضروب في مربع الزمن. يبقى دي المعادله الاولى. دي المعادله مين؟ الثانيه. حاجات المعادلات دي ما تتنساش يا شباب. اخر معادله للجسم اللي بيتحرك بتسارع منتظم في اف تربيع بيساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. مربع السرعه النهائيه بيساوي مربع السرعه الابتدائيه زائد 2 ضرب التسارع ضرب الازاحه او المسافه. دي كام يا شباب؟ دي ثالث معادله. يبقى القوانين اللي على اليسار دي يا شباب ما ينفعش تطبقها في حاله الحركه المنتظمه، والقوانين اللي على اليمين تمام اللي هي معادله الحركه بالسرعه المنتجه المتوسطه ديت والسرعه المتوسطه والسرعه المنتجه المتوسطه ما ينفعش تطبقها في حاله مين؟ التسارع، لان دي يا شباب ايه؟ دي حركه منتظمه، اما دي حركه متسارعه او حركه بتسارع منتظم. اتفقنا كده يا شباب؟ التلات قوانين دول كده او التلات معادلات دول هم دولا اساس شغلنا في هاي الفصل. تمام؟ تعالى كده نشوف بقى ازاي نطبق فيهم. طبعا ده ركز بقى معايا كده اهو. ده كده اللي لو عندك منحنى زي اللي انت شايفه ده
اهو عايزين نحسب الازاحه، قسمنا الشكل اللي تحت منه الى شكلين، مستطيل ومثلث. اهو ادي المستطيل وادي ايه المثلث، يبقى الازاحه بتساوي مساحه المستطيل بتساوي ايه الطول في العرض، الطول في الايه في العرض. يبقى ده كده شايف ده كده معايا ده مين الفي اي خلاص، وده مين ده كله طبعا التي اي هنا بصفر، فكل ده يعطيك التي زمن زائد مساحة المثلث بيساوي نص القاعدة في الارتفاع، القاعدة هنا اللي هي تي اي اللي هو الزمن في الارتفاع اللي هو مين التغير في السرعة من في اي لحد ما وصلنا لمين لفي اف، ففي اي او في اف ناقص في اي زي ما كنا بنعمل. تمام يا شباب، هتخلص المعادلة معاك هتوصل لإيه؟ لإن دي تساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. تعال هنا، فاكر قانون التسارع؟ التسارع بيساوي إيه يا شباب؟ إيه بيساوي التغير في السرعة على الفترة الإيه؟ الزمنية. طيب يبقى إذا التغير في السرعة ده يساوي مين في مين؟ يساوي اي في تي في دلتا تي اي اللي هي عمليه الضرب التبادلي، اهو الدلتا في تساوي ايه دلتا تي. الدلتا في عباره عن ايه؟ التغير في السرعه اللي هو السرعه النهائيه ناقص السرعه الايه يا شباب؟ الابتدائيه. اتفقنا؟ زي ما انت شايف هنا الفي اي بالسالب، ممكن تروح الطرف الايمن بايه؟ بالموجب، وهو بالفعل ما حدث الفي اف بيساوي في اي زائد ايه دلتا تي اللي هي المعادلة اللي احنا الأولى اللي هي دي يا شباب اللي هي دي خلاص. والمعادلة اللي احنا جبناها من منحنى السرعة المنتجة والزمن اللي هي بتحسب الإزاحة اهي. اتفقنا؟ طيب تعالى كده ايه نطبق في الشغل ده يا شباب. تتحرك كرة أعلى تل بسرعة كام؟ 2. يبقى الكرة تتحرك أعلى تل بسرعة كام؟ 2. يبقى دي السرعة الابتدائية بتاعتها. اتفقنا؟ وتتباطأ بمعدل منتظم قدره كام؟ نص. ده مين يا شباب؟ شايف كده معايا الوحدة بتاعتنا إيه؟ متر كل ثانية تربيع، يبقى دي وحدة تسارع. اتفقنا؟ يبقى ده التسارع بتاعنا يا شباب. خلاص اهو، يبقى تعرف التسارع من وحدته متر كل ثانيه تربيع خلاص. وكلمه تباطات او تباطات يبقى برضه ده بيعرفك ان ده ايه تسارع. فما سرعتها بعد كام ثانيه؟ بعد مضي 2 ثانيه، يبقى ده الزمن او الفتره الزمنيه اللي حدث فيها الايه الحركه. اتفقنا؟ طيب ركز كده معايا يا شباب، انت عندك قوانينك الثلاثه بتقول ايه يا شباب؟ اهي حمد محمد عبد الله، ممتاز يا محمد ممتاز. انا عندي يا شباب دلوقتي ناخد معطياتنا كده يا شباب اهي المعطيات بس نوت ايه المعطيات يا شباب اهو. عندنا الفي اي بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي 2. طيب التسارع يساوي نص، طبعا هنا متر لكل ثانية وهنا متر لكل ثانية تربيع. طيب الزمن بتاعنا كام؟ 2. ايه المطلوب مننا يا شباب؟ مطلوب مننا السرعة النهائية. تمام يا شباب؟ طيب نرجع لمعادلتنا، انت مطلوب منك السرعة النهائية ومعطيك سرعة ابتدائية وتسارع وزمن. نرجع للمعادلات ايه يا شباب؟ شايفين معايا كده؟ السرعة النهائية موجودة هنا في المعادلة الأولى وموجودة في المعادلة مين؟ التالتة، صح؟ تمام، يبقى الحل لا هيكون بدي لا هيكون بدي، صح؟ تعالى كده لو حاولنا نحل بالتالتة، الـ VI عندي موجود عندي في المعطيات، التسارع عندي موجود في المعطيات، طب هل موجود إزاحة في المعطيات؟ دور كده، موجود هنا يا شباب إزاحة، دي سرعة ابتدائية، ده تسارع، ده زمن، مش موجود إزاحة. يبقى المعادلة الثالثة ديت لا تصلح لحل هذه المسألة. تعال نشوف المعادلة الأولى.
في اف دي المجهوله اللي احنا نبيها عايزينها، الفي اي عندي في المعطيات، التسارع عندي في المعطيات، والزمن عندي في المعطيات، اذا هي دي اللي تصلح لحل هذه المساله. اتفقنا؟ يلا يا شباب نعوض فيها بقى. نقول له هنا ال في اف يساوي في اي زائد اي تي يساوي ال في اف بكام؟ ال في اي بكام؟ ب 2 زائد التسارع 0.2 او نص زائد نص مضروب في مين؟ مضروب في الزمن اللي هو كام عندنا؟ 2. فهنا طبعا يا شباب هنا عندنا كلمة تباطؤ يا شباب، ده كلمة تباطؤت يعني معنى كده ان التسارع هيكون بنص ولا بسالب نص؟ طبعا بايه؟ بسالب نص يا شباب، تمام؟ عشان يبقى لو حدث زيادة في السرعة زي ما اتفقنا بيكون التسارع موجب، ولو حدث تباطؤ في السرعة بيكون التسارع ايه يا شباب؟ سالب. اتفقنا؟ يبقى هنا كده التسارع بيكون ايه يا شباب؟ سالب نص، تمام؟ يبقى هنا زائد سالب نص مضروب كام؟ في 2 يعطينا 2 موجب في سالب بسالب، نص في 2 بكام؟ بواحد، يبقى السرعة تكون كده كده يا شباب 1 متر لكل ايه؟ ثانية. اتفقنا؟ يبقى طالما في تباطؤ خلاص يبقى السرعة ايه؟ التسارع ايه؟ هيكون بالسالب، والسرعة النهائية هتكون أقل من السرعة الايه؟ الابتدائية. اتفقنا كده يا شباب؟ طيب سريعا بقى نروح لإيه؟ للمسابقة بتاعتنا عشان الوقت بتاعنا. برافو عليكم يا شباب، دخلوا مومت. يلا حاولوا يا شباب تكملوا بعد دخول الدقيقة الفاضلة ديت. يلا يا شباب سريعا شوية يا شباب واكتب اسمك ثلاثي أو رباعي يا بطل. إن شاء الله برك الحصة القادمة بناخد مسائل على معادلة الحركة الثلاثة اللي احنا درسناها اليوم. يعني احنا بس النهاردة خدنا مقدمة عنها وازاي نعرف ايه نستخدم أي واحدة فيهم. علي حسين يوسف ممتاز، ويحيى وليد، رحمن عبد الله اكتب اسمك عبد الله تاني.
يعني انا اللي يعني ده كده عبد الله محمود اطلع ادخل تاني يا محمود. طيب نبدأ بقى نبدأ ممتازين يا شباب ممتازين الأغلبية بسم الله ما شاء الله على صواب. يعني مين في المقدمة معانا؟ علي موسى جعفر ممتاز يا علي ممتاز، وعبد الله محمود ومحمد جاسم حسين وحسن علي الشيخ وعبد الله وليد. عايزين ناس جديدة برضو تبتدي ايه يلا يا جدعان يا شباب فين بقية الناس؟ 30 ايوه 26 إجابة صحيحة. عايز شوية تركيز يا شباب، أنا عايز معظم الإجابات إذا ما كانش كلها تكون صح. علي موسى جعفر مازال في المقدمة، يليه علي حسين يوسف، بعد كده حسن علي الشيخ. ممتاز يا شباب يلا يا بطل. أسرع أسرع عشان الوقت هيخلص. خلاص 26 إجابة صحيحة. شوية تركيز يا شباب شوية تركيز. حسين طلع وعلي موسى جعفر برقم 2، يليه مصطفى محمود. برضو كمصطفى أنت مصمم تكتب اسمك ثنائي. يلا نشوف اللي بعده. تمام 19 إجابة صحيحة، طبعا الأغلبية أكثر يعني إجابة صحيحة، بس الناس اللي بتلحقش تحل دي يا شباب حلوا يا شباب. إيه علي موسى جعفر نزل تحت، وحسام حسين ممتاز، محمد عبد الله حسن، محمد حسين الساعي، ويا حسين أنت لو حتى لو فزت يا حسين مش هنقدر نكرمك. اكتب اسمك بعد كده ثلاثي يا حسين. تمام تعال نشوف بقى الفايز. مصطفى محمود، محمد
حسين الساعي. ممتاز يا محمد. ده اللي انا كنت خايف منه يا حسين. طبعا انا اشكرك، بس طبعا انت يعني ما بتلتزمش بالتعليمات بتاعتي. انا قلت اكتر من مره وكل حصه بقول اكتب اسمك ثلاثي. مبروك لكم كلكم انتوا الثلاثه، ومبروك لكل واحد ساهم معانا، استفاد برضك ان شاء الله. ان شاء الله اللي نلتقي على خير باذن الحصه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.